تكلمنا أكثر من مرة، وهذا الشيء صار معروف، والجزائر ولات اسمها طابورستان لأنه طوابير يعني ولات جزء من الحياة اليومية بالنسبة للمواطن الجزائري. لما شي لاشان على الحليب راه يعزيت، لما شي عزيت على السميد، لما شي على السميد على السكر، ويا ماشية الجزائرية عايش هكذا. بلاد غنية، بلاد غنية، والغناء تاع الجزائر راه وحده. ما كاش دولة في افريقيا غنية كما الجزائر. للأسف الفقر دار العجب. الور القمع من جهة كما شفنا تجديد، شفنا مواطن في بجاية زادوا له 6 شهور، حكمالي 6 شهور يوميا. الناس ولات تخاف، رجعوا الرعب، راه اللي دخلك الرعب في قلبك يزيد يجوعك. راه نشوفوا بعد الصور الحية، صور مأخوذة من المارشي في الجزائر، السوق في العاصمة، نظن في العاصمة، وزوج واحد تاع السمك واحد تاع الخضرة في جيجل، صور مأخوذة من عند قناة ناس جيجل اللي ديجا خدنا من عندهم يامات المونديال، ويقوموا بعمل هايل جبار. نتمنى ان الاخوان اللي يحب يطلع على الواقع الجزائري يمشي يشوف ناس جيجل، شوف اليوتيوب ناس جيجل عندك ما تشوف، وابوني، لانه انا لاحظت يعني واحد اللي يطرح في قضايا اليومية القناة تاعو فيها 76,000 فقيلة أبوني، شيل وشحال عندها مدة على كل حال قناة ميراي موجودة. نعم إشهار، ما نعرفو السيد ما يعرفني، ولكن يعني نشوف المواضيع تاعو مهمة، وبالتالي نقول الناس روحوا شوفوا هاد القناة، على الأقل واحد يستفاد ويتوعى ويعرف شنو صاير، وخاصة واش راه صاير خارج العاصمة، خارج المدن الكبرى. شوفوا المارشي هذا في جيج. كروبات شحال دار؟ كاين 160 البيضة هذي، وكاين 280 رويال. ميتين وثمانين الف كروفات رويال، ومية وستين المدرحة. ميتين وثمانين الف يعني اكثر من 4 مليون. يعني لو كانت تشري 4 كيلو راح لك النص تاع الشهرية ديالك باش راح تعيش. كملوا الاسم. هذاك لابور، هذا رويال ماشي هذا تاع التربية. شحال هذا؟ 140. هذا 140 سون كارون منا لابونيت. هذا لابونيت بالحبة ولا بالكيلو؟ كاين منا بالكيلو، كاين منا بالحبة، من 60 حتى 70. هذه الكيلو 80. لا لا تيدال، هذه لا تيدال. اوكي زيد 60 وي. قولي ولحبيبنا ها روح خليه يخدم. اعطيني البول دروا هذاك اخويا. بول دروا هذا يسميه البول دروا. الله يبارك. بول دروا ها هذا قال لك ياكل كلش. اسمع قربوا قربوا للكاميرا برك. فوالا قربوا للكاميرا. ياكل كلش؟ لا ما عندي. ياكل كلش هذا. اه شحال الكيلو تاعو؟ 100,000 بالكيلو يتباع هذا. هاو يروح كومبلي هذا صغيوة. اه اه الله يبارك. اه وزيد هز لي هذه هاي. قرنيط. قرنيط اخويا. قرنيط باطل عندنا هنا في جيش. شحال؟ 60 أبا.
بقليل اللي يعرف يخدمه هذا. هذا يطيب ولا كيفه؟ قرنيط صعيب الطياب ديالو، ماشي غير روح طيب. القرنيط 60,000 الكيلو ولا 500,000 الكيلو باش يعيش الزوالي. كيفاش يعيش الزوالي؟ نشوفوا الان الخضره كيفاش. والو ما كانش شارت كوميرس وربح السريع. صحاب الجمله هما اللي مسببين في الغلاء هذا. حنا عندنا حنا هذاك ما يغلى الديسير سيغلى الفاكيت نكسر الفايده ديالنا. ما تديش ربي يسهل نورمال. صادو كان واحد ما يدي عليه يهبط. هذاك واحد ما يدي عليه يهبط. انا كيعاود نشري كما يقولوا المنافس ديالي اللي يجيبو وانا ما نجيبوش. واش انا نتفرج كي جابوه وانا نخلف نخدم. ما انتم تشوفوا التنافس بين بعضكم ولا انتم ما تفهموش مع بعضكم. قال ما يشريش عليه خليه يسوس عنده وما يهبطو يولي ب 25. خويا حسين توشار عمرهم ما يتساهموا والو ان شاء الله. توشار هذا يكلكيتي فيه هذا تسجل عدو اخوه. وي القضية ماهيش قضية التجار ما يتفهموش. الجزائريين كلهم ما يتفهموش وإلا ما يجوش عصابة ما عندها لا ذكاء ولا شعبية ولا عندها حتى شيء تسيطر على هذا الشعب. هذا احنا الشعب الجزائري عندنا ناس تسيبو ما يعرفك ما تعرفو يجي يسبك. وعلاش؟ باسكو راك تضرب عليه باش ترفد له راسو باش تجيب الكرامه ديالو يجي يسبك وبلا ما يعرفك. بلا ما يعرفك بزاف هادو موجود ويدافع عن النظام والعسكر والشنقريحه وهادي وهادي وهو ماهوش لاقي الخبز. هما سامعين به هما ماهم سامعين به. تقول باش راه عامل لا مريض هكذا. كاين ناس هكا كاين ناس هكا. دونك فهما ماشي غير تاع التجار شي غير تاع التجار لانه الشيء اللي راهو حاصل اليوم في جيجل ولا في اي بلاد من الجزائر خلات الشعب الجزائري يعيش يعني في وضع لا يحسن عليه. ما توجدوا في حتى بلاد ما توجدوا في حتى بلاد. زيدوا نسمعوا دوش الفضل داخل الجزائر العاصمة. نعيش اليوم تلقى ان بري دو جوست تلقى نوتخ بري. نوكل عليهم ربي نوكل عليهم ربي حسب الله نعم الوكيل. واش يفقرك يجوعك ويقمعك. هذه هي الثلاثية اللي يعني بها النظام الحاكم في الجزائر. وربي يقدر خير لبلادنا ربي بعد عليها ولاد حرام. وبالنسبة لسلسلة حكم العسكر في الجزائر بإذن الله نكملوا اللي نحضر فيه ونكملوا من غدوة باش نشوفوا الفترة اللي هي جد مهمة في تاريخ الجزائر حكم الهواري بومدين. يعني هنا كان العسكر خارج طايباي ما كانش مخبي مور الريدو كيما كان في 62 وابتداء من 78 من 79 عندنا الفترة 65 78 من العسكر خارج طايطا يقول لك احنا هما اللي نحكم. وجبدوا حكاية الشرعية الثورية ما كانتش عندهم شرعية الصندوق
قلنا لك الشرعية الثورية، درنا الثورة، حررنا البلاد، احنا اللي نبنيوها، وهذا الشيء اللي حنتكلموا فيه ابتداء من الغد ان شاء الله. صحة فطوركم، تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم، وإلى الغد إن شاء الله. عشرية وإحنا خرجنا بالسلمية، أتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية. يسقط يسقط.